البداية أن أهني الشعب الجزائري دخولهم في الجات في أحسن ظروف. شكري كذلك للجنة الدولية. Ovviamente dopo sono a disposizione per le domande e quindi كي نقدر طبعا 19 للألعاب البحر الأبيض المتوسط اللي نقدر نقوله كبداية باللي جرات في أحسن ظروف وبنجاح، وكلنا كلجنة التنظيم نفتخر بهذا النجاح، ونقدم مرة أخرى شكر وعرفان إلى سيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على كل ما قدم لي شخصيا كدعم لكي نقدر نقوم بعملية التنظيم وكل ما قدمته وتسهيلات اللي قدمها للجنة التنظيم لنجاح هذه العملية. النتيجة حسب كل شهادات الوفود المشاركة، شهادات على مستوى الصحافة، شهادات في التعامل المباشر بيننا، ونفتخر بهذه النتيجة. وهذه الشهادات تشمل كل مواضيع التنظيم، وفي البداية بطبيعة الحال استقبال الوفود، دخولهم في القرية المتوسطية في أحسن ظروف، ثم كل ما يتعلق بالإقامة، أن كل منافسات رياضية جرت في أحسن ظروف حتى لو مع جماهير وحماس جماهيري لفات كل الطموحات. وما كان حتى منافسة رياضية اللي قدموا فيها اعتراض أي مشارك سواء رياضي أو مسير.